اهم المشاريع اللي موجوده في مصر بتتعمل النهارده زي ما بيقول باشمهندس انيس، المشاريع المصريه بايدي مصريه. طبعا هي طبعا جمهوريه مصر تعتبر من دول حوض البحر الابيض المتوسط زي ما قلت لحضرتك، فمن المناسب ان احنا فعلا نعمل نهضه اقتصاديه من المنطقه بتاعت شرق بورسعيد دي. عشان كده حضرتك في مجموعه مشروعات الدوله طبعا طرحتها زي ميناء شرق بورسعيد، زي مشروع انفاق قناه السويس، مشروع انفاق اسماعيليه زي ما الباشمهندس انيس وضح وقال. فدي كلها فاسيلتيز فعلا بتحطنا على اعتاب نهضه اقتصاديه. ميناء شرق التفريع بالمناطق الاستثماريه والمناطق الصناعيه اللي هتبقى ملحقه بالمشروع ده محتاجه فاسيلتيز، محتاجه انك ببساطه وبسهوله تتحرك ما بين سيناء في الشرق ومدن القناه في الغرب وبالتالي كل جمهوريه مصر العربيه. مجموعه المشروعات اللي بتتم في شرق بورسعيد او شرق القناه عموما من بورسعيد لغايه السويس يعني فعلا نهضه اقتصاديه. دي اللي ممكن بنقول عليها تنقل مصر. بالظبط كده. يعني ده اللي بنقول عليه الامل. ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. بدأ. ودي الحقيقه احنا محتاجين كنا ننمي هذه المنطقه علشان ما نبقاش بنشتغل تحت رجلينا، لا بنشتغل قدام شويه بقى. وده اللي احنا محتاجينه فعلا في البلد. طيب. والمشاريع دي هي قدام. انا عايز اقول حاجه بعد اذنك، يعني احنا منطقه شرق التفريعه دي احنا بدانا فيها من سنه 97. المشروع بدا واشتغل واتعمل جزء من الميناء بس جزء مش كبير، انما بالاراده المصريه لا احنا بنستكمل بقى المشروع كله، المشروع الضخم كله بنسبه 100%. ان شاء الله بعد ما المشروعات دي تنتهي لا المنطقه دي هتختلف تماما. طيب استاذنكم ناخد جوله، عايزين ننزل عشان حاجه كمان تقول لنا احنا رايحين فين دلوقتي. رايحين فين دلوقتي؟ هنا لابد ان انا عشان اقدر اشتغل انفاق ان انا بشتغلها بمكنه، المكنه طولها هنا 86 متر، فعشان برضو صعوبه التربه فاحنا خلقنا لها مكان او بياره نقدر نجمع فيها المكنه. نتيجه برضو الكلام اللي قاله المهندس انيس ان التربه هنا عندنا صعبه جدا، فاحتاجت ان احنا نستخدم تكنولوجيا عاليه جدا.